الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم ما فيه مع أعمال أخر قد سبقت في الخطبة قبل هذا العشر ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النية وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها ودرن علماء أمته من سننه في كتب الفقه مسائلها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فقد قال عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأغلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال لكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال لكل شعرة من الصوف حسنة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال عليه الصلاة والسلام من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال ابن عمر الأضاحي يومان بعد يوم الأضحى وعن علي رضي الله تعالى عنه مثله فهذا بعض من الفضائل وتعلموا من العلماء المسائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم وعن الستة الباقية من العشرة المبشرة وعن جميع أزواجه أمهات المؤمنين وعن جميع بناته الطاهرات زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهن وعنهم أجمعين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والسلطان المسلم ظل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آپ تمام حضرات کو عید الاضحیٰ مبارک